وأنه ورد في الحديث الشريف أيضا في بحار الأنوار في هذا الكتاب الشريف المجلد 43 في الصفحات الأولى في وجه تسمية فاطمة الزهراء، ورد على أنه الله سبحانه وتعالى عندما بعد نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومه قد جعلوا في أنفسهم أن تصل من بعد رسول الله إليهم الخلافة، كلهم كانوا متربصين، حتى من آمن به وأسلم في الظاهر كانوا متربصين أنه بما أنه يموت الرسول ويرحل إلى جوار ربه فهم يأخذون الخلافة من بعده ويأخذون الوزارة والرئاسة، كما فعلوا ذلك. هذا المعنى كان موجود. فالله سبحانه وتعالى أعطى لرسوله فاطمة الزهراء الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أعطى فاطمة الزهراء حتى يعلم البشرية بأن أولئك الذين طمعوا في الخلافة، الله سبحانه وتعالى بولادة هذه الوليدة الطيبة الطاهرة الزكية الرضية الراضية المرضية بهذه الوليدة قطع طمع أولئك الذين يطمعون في الخلافة فسميت فاطمة. هذا وجه آخر، وكل هذه الوجوه صحيحة، لأن ليس تنافي بين هذه الوجوه، كل واحد من جهة باعتبار من الاعتبارات، فلا تنافي فلا تضاد إذا كان من جهات عديدة، لأن التضاد يشترط فيه الوحدات الثمانية، وحدة الجهة، وحدة الموضوع، وحدة المعمول. أما إذا كان من جهات عديدة فلا تضاد حينئذ، فلا تضاد ولا تنافي ولا تهافت في هذه الروايات، وإن اختلفت وجوه التسمية وإن اختلفت المعاني لفاطمة الزهراء. وهناك وجوه أخرى مذكورة في الروايات أنه لماذا سميت فاطمة الزهراء، وكل هذا يدل على عظمتها، على علو مرتبتها، على قداستها. ثم سميت بالزهراء، لما سميت بالزهراء؟ عندنا في الأحاديث الشريفة أنه سميت بالزهراء لأنها عندما كانت تقف في محراب صلاتها يزهر منها النور، وحتى يصل على جدران بيوت المدينة المنورة، وكانوا يأتون إلى رسول الله: يا رسول الله ما هذا النور؟ يقول: اذهبوا إلى بيت فاطمة وانظروا. فيذهبون وإذا يجدون فاطمة في محرابها ويزهر منها النور، فسميت فاطمة الزهراء، يزهر النور في النور في الصباح بياضا، في الظهر أحمر نور أحمر على الجدار، وفي العصر نور أصفر، في ثلاث مواقيت عندما كانت تقف في صلاتها في المحراب كان يظهر هذا النور، فيزهر هذا النور. هذا في حديث، وأيضا عندنا أحاديث أخرى على أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرسول الأعظم ثم بعد ذلك خلق أمير المؤمنين من نور رسول الله، ثم بعد ذلك خلق، نقول خلق يعني مخلوق، أمير المؤمنين مخلوق، رسول الله مخلوق، نزلون عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، خلق مخلوق مصنوع لله سبحانه وتعالى. وعندما خلق نور فاطمة الزهراء من نور النبي، واشتق نور فاطمة الزهراء من نور النبي ونور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول: اضلمت الدنيا، اضلمت السماوات والأرض، فقالت الملائكة: يا رب هذه السماوات مظلمة. فالله سبحانه وتعالى أزهر نور فاطمة الزهراء فازدهر وتنورت السماوات والأرض بنور فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. ولهذا سميت بالزهراء. وهناك وجوه أخرى للتسمية، أنه لما سميت بالزهراء عليه الصلاة والسلام، وكتبت في هذا أيضا رسالة كاملة في هذا الاسم المبارك، أنه لما سميت بالزهراء.